السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، كيف الحال والأحوال؟ أتمنى لكم توفيق ومسيرة موفقة للجميع إن شاء الله. عندي سؤال يتعلق بالبرنامج الاعتناق قرض 2%. مي في كري ديفيتمون دابخي زعما ما ريفليكسيون ايكونوميك كتبان لي انها بعد كتخي لا ريشيس وكتعاون الناس انها كتخلق. هو اعلم وانا قلت نتفاشر عاد نشوف مع الاستاذ العلامه ديالنا في هذا المجال. بكل فرح يا بدر، شكرا لك، شكرا على تواصلك معنا. اولا نجيب بدر. بدر يعني قرض الانطلاقة اللي تتقدم للشباب باش يديروا المشاريع ديالهم ثم تتكون التنمية الى اخره. ولكن اثناء الرد ديال هذا القرض هذا يشترط ان تكون واحد النسبه ديال 2%. هذه النسبه ديال 2% انا غادي نجيك من الاخر باش ما نرونكش وما نرون الناس اللي سميتو. 2% اجازها بعض العلماء المغاربه، اقول المغاربه بلا ما نذكر الاسماء ديالهم، اجازوا 2%. طيب لما تسالوا هاد العلماء هادو قالوا كيفاش هاد 2%؟ التحليل اللي عطيت فيه راه هو اللي تعطى. قالوا بان ديك 2% راه تتمشي منها 1% الى سميتو الخدامه، ولا 1.5% وتبقى واحد النص ديال الاتعاب وديال الجري ديال الى اخره. فهما انطلقوا من هذا المنطلق قال هذه ليست ربا، هذه 2% ليست ربا، وانما هي من باب تنعطيو لدوك باش غادي نخلصوا دوك الموظفين اللي يبقى سميتو. لان الا خدينا القرض هكاك بدون سميتو باش غادي تخلصوا هاد الناس منين؟ فقال لك اودي راه ديك جوج راه منها كيتخلصوا الموظفين، منها كتمشي تستمر المشاريع، منها كيخزنوا واحد الطرف للمشاريع الاخرى. ف الا مشيتي على الراي ديال هاد الفقهاء كبار تبارك الله قالوا بانه يجوز هاد 2% جوج ليست ربا. خذ بالراي ديال الفقهاء، خلينا حنا مثلا ان كنا نقول بكذا الى اخره لا تاخذ، خذ بالراي ديالهم والله تعالى اعلى واعلم. الى خذوا الشباب بهذا الراي هذا ديال الناس هادو عندهم حجه ديالهم، عندهم مسوغ ديالهم، وهما انا تنقل هما احسن منا علما. انا لا اقول انني اعلم الناس، استغفر الله، انا راه والو لا شيء، ولكن هاد الناس هادو ما دمفتاو ورا كنعرفوهم بالحجم ديالهم والعلم ديالهم والموقع ديالهم والمكانه ديالهم، انهم افتوا بانه قالوا ديك 2% راه هي عباره عن اتعاب ديال الموظفين وديال الى اخره. فاللهم يسر يا شباب، اللهم لا تبقاوش كي قلت قبيله تبقاو تنبشوا نبش وشي عند هذاك هذا كيقول لك حرام، هذا يعني 2% يجوزوها بعض العلماء، توكل على الله. شكرا. كتوضيح اضافي استاذ في هذه النقطه هذه وفي المشاريع هذه، يعني في الوضع العادي انك الا مشيتي للبنكه وعندك مشروع راه ما يعطوك 2%. 2% ما كايناش، ما كيعطيوهاش. ولكن هذا راه مشروع، هذه الاضافه اللي غادي نضيفها، راه مشروع مجتمعي وكان يعني باوامر ملكيه بانه موضوع مجتمعي وتفرضات هاد النسبه، ماشي مقترحه يعني، راه هي تفرضات هاد النسبه هذه، انها خصها تكون في هاد الحدود هذه، وكاين شروط الملف باش يكون انه خصو يكون يعني مستوفي في مجموعه من الشروط باش تكون مقاوله يعني واقعيه حقيقيه باش تعطى ليه ديك النسبه ديال 2%. اضافه لما قلتي شيء مهم جدا وهو ان هاد 2% انا اللي تيهمني، اللي 2% هاد العلماء هادو راه لما درسوها وتبحثوا مع الناس المختصين في هذا الباب هذا وفي الشركات وفي كذا وفي هذا المصدر ديال التمويل القرض، لقاو بان ديك 2% راه لا تساوي حتى ديك الاتعاب ديال دوك الناس اللي خدمتهم. نعم واضح. فهي رمزيه. نعم. خذ بالراي ديال الفقهاء هذو، ما تاخذش بالراي ديال اللي حنا اللي كنقولوا راه كذا كذا الى اخره. اللهم يسر يا شباب، اللهم يسر. امين. اسماء.